اليوم العالمي للمرأة من لندن، بدنا نوجه مثل رسالة للعالم كله، لكل النساء اللي عم يحضرونا اليوم، معايدة ونصيحة من حضرتك عبر شاشة الام تي في. يعني أنا بدي أقول للمرأة بالعالم، شوفي أنت أهم وحدة بالعائلة، وأنت أهم وحدة بالوطن، بعدين أنت لازم يكون عندك ثقة كبيرة، بس اشتغلي على هالثقة. وكل عام وكل لبنانية بخير، وخصوصي البنات اللي نزلوا على الثورة، كل عام وأنتم بخير. لكل النساء اللي عم يحضرونا اليوم وعم يستمدوا هالقوة منك، شو بتحبي تقولي لهم؟ ما يستسلموا بسهولة، بس أهم شيء تعرف المرأة نفسها، تقدر تقيم نفسها. الشيء اللي منا شاطرين فيه أبدا النساء، إنه كيف ننظر لنفسنا وكيف نقيم نفسنا. 8 أدار اليوم المرأة العالمي، لهالسبب حلقتنا اليوم سفيرات الأرز، ملانة حب، تضحية، استقرار، استقلالية ونجاحات.